أعزائي طلاب ماجستير الديجيتال ماركتينج في جامعة ميد أوشن، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السابعة من مقرر ديجيتال أناليتكس التحليل الرقمي. سوف أكون معكم في هذه المحاضرة أنا دكتور كريم أحمد. محاضرة اليوم بعنوان أناليتكس أند داتا فيز تولز أو الداتا فيجواليزيشن تولز، التحليل الرقمي وأدوات التحليل الرقمي وأدوات عرض البيانات الـ Data Visualization. في محاضرة اليوم إن شاء الله سوف نناقش ثلاثة عناوين رئيسية. العنوان الأول هو المقدمة أو الـ Introduction. العنوان الثاني الـ Key Categories of Digital Analysis Tools، الفئات الرئيسية أو الأنواع الرئيسية لأدوات تحليل البيانات. العنوان الثالث والأخير Evaluation of Digital Analysis Tools، تقييم أدوات تحليل البيانات. بنقول أن الـ tools play an important part in the analyst's work. They aid in data collection, cleans data of errors, and allow for sophisticated analysis techniques. هناك مجموعة من الأدوات التي يستخدمها المحلل الرقمي في أداء وظيفته. هذه الأدوات لها أهمية قصوى في طبيعة عمل المحلل الرقمي. هذه الأدوات بتساعد في عدة مهمات. أول مهمة هي الـ Data Collection، جمع البيانات من المصادر والمنصات المختلفة. المهمة الثانية هي الـ Clean the Data of Error، تنقية البيانات من الأخطاء، حيث أن البيانات التي يتم جمعها من المصادر المختلفة قد يكون من ضمنها بعض الشوائب أو تحتاج إلى إجراء بعض العمليات لتنقيتها من الأخطاء. المهمة الثالثة هي allow for sophisticated analysis techniques، إن هذه الأدوات بتساعد المحلل الرقمي في إجراء التحليلات المتقدمة على البيانات. بنقول أن هذه الأدوات توفر إمكانية للمحلل الرقمي في تحليل البيانات بسرعة وبدقة كبيرة، وأن الحاجة لهذه البيانات أصبحت حاجة متزايدة لدى المحللين الرقميين. ونضرب مثال، إن لو حضرتك دخلت على أي محرك بحث جوجل أو بينج أو أي محرك بحث ثاني وكتبت الكي ووردز توب 10 أناليتكس تولز أو توب 10 ديجيتال أناليتكس تولز، هيطلع لك صفحات في صفحات من النتائج في محرك البحث بتتضمن مئات ويمكن آلاف من الأدوات التي يمكن ويتم بالفعل استخدامها في التحليل الرقمي. هذه الأدوات، هذه الآلاف من الأدوات بتعبر عن طبيعة هذا السوق. The market of digital analysis tools، سوق تحليل البيانات وأدوات تحليل البيانات. السوق ده expanding quickly and changing constantly. السوق ده بيتوسع بسرعة وبشكل كبير جدا وبيتغير باستمرار. التغيرات التي تحدث في هذا السوق تغيرات عميقة، حيث أن كل فترة بتخرج لنا الشركات بأداة جديدة في التحليل الرقمي تساعد المسوقين الرقميين والمحللين محللي البيانات في أداء وظائفهم. فده بيبرز لنا أهمية هذه الأدوات بالنسبة لطبيعة عمل المحلل الرقمي. سنناقش الآن الـ Key Categories of Digital Analysis Tools، الفئات أو الأنواع الرئيسية لأدوات تحليل البيانات. بنقول إنه في هذا التوسع والانتشار اللي بنشهده حاليًا في سوق أدوات التحليل الرقمي، بيجد المحلل الرقمي نفسه أمام زي ما قلنا مئات وآلاف من الأدوات اللي ممكن يستخدمها، فكيف يختار من بين هذه الأدوات؟ ما هي الأدوات التي يجب أن يركز عليها المحلل الرقمي في عمله؟ ده سؤال مهم جدا إن إحنا نجاوب عليه. بنقول إنه بشكل أساسي يمكن تصنيف أدوات التحليل الرقمي المتاحة حاليا إلى خمس فئات رئيسية. الفئة الأولى السوشيال ليسنينج، تم ترجمتها الاستماع الاجتماعي او المراقبه الاجتماعيه. النوع ده من الادوات بيتيح للمحلل الرقمي ان يفهم ما يتم مناقشته ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه.
النوع ده من الأدوات بيمكن المحللين الرقميين من متابعة آراء وتعليقات مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي، علشان يقدر المحلل الرقمي والمسوق الرقمي أن يفهم طبيعة تفاعل العملاء والمستخدمين مع المحتوى الذي تقدمه الشركة عبر المنصة. النوع الثاني من الأدوات هو الكونتنت أناليسيس، أدوات تحليل المحتوى. هذا النوع من الأدوات بيركز على تحليل المحتوى الذي تقدمه الشركة عبر مختلف القنوات الرقمية وليس منصات التواصل الاجتماعي فقط كما في النوع الأول، حيث يمكن هذا النوع الكونتنت أناليسيس يمكن المحللين من فهم كيفية استخدام الجمهور واستجابته للمحتوى الذي تقدمه الشركة. النوع الثالث من أدوات التحليل الرقمي وهو السيرش ترندز، وده بيتعلق بالسيرش انجنز او محركات البحث. هذه الادوات بتسمح بمتابعه الكي ووردز، الكلمات الرئيسيه، والديجيتال ترندز، الاتجاهات الرقميه في محركات البحث. النوع ده بيساعد المحللين الرقميين من فهم الاتجاهات الناشئه والترندز اللي موجوده في محركات البحث، علشان يقدر المحللين الرقميين ان هم يفهموا ما يبحث عنه الجمهور واهتمامات الجمهور في محركات البحث المختلفه، وده بيساعد بشكل اساسي في السيرش انجن اوبتمايزيشن اللي شرحناه في محاضرات سابقه. النوع الرابع وهو الويب سايت اناليتكس، تحليل مواقع الويب. ده بيركز بشكل خاص على فهم اداء موقع الويب بما في ذلك عدد الزوار للموقع الإلكتروني والصفحات اللي بيزورها هؤلاء الزوار والوقت اللي بيقضيه المستخدمين والزوار على كل صفحة قد إيه، مدة بقاء المستخدمين على كل صفحة من صفحات الموقع الإلكتروني. وهذا النوع من الأدوات، أدوات الويب سايت أناليتكس، بيوفر للمحللين الرقميين بيانات مهمة حول تفاعل الجمهور مع المحتوى الذي يتم تقديمه على الموقع الإلكتروني. النوع الخامس والأخير نسميه الاي بي تيستنج. الاي بي تيستنج ده بيوفر للمسوقين ومحللين البيانات فرصة مقارنة سيناريوهات مقترحة للمحتوى الكونتنت المقترح تقديمه على المنصات المختلفة، أو الإعلانات مثلا اللي الشركة عايزة تشاركها في الديجيتال تشانلز المختلفة. النوع ده بيستخدم في حالة إن الشركة عندها سيناريوهين مقترحين للإعلانات أو سيناريوهين مقترحين للمحتوى اللي بيتم اللي سوف يتم مشاركته على المنصات المختلفة. وبتسمح أدوات الاي بي تيستنج إن يتم عمل مقارنة ما بين هذين السيناريوهين لتحديد الاختلافات بينهم وأي سيناريو يحقق نتائج أفضل للشركة وبالتالي يجب على الشركة تطبيقه. ده باختصار الخمس فئات الرئيسية من الأدوات اللي بتستخدم في الديجيتال أناليسيز. هنستعرض كل أداة منهم بالتفصيل في باقي المحاضرة إن شاء الله. أول نوع عندنا بنسميه السوشيال ليسننج، الاستماع الاجتماعي أو المراقبة الاجتماعية. زي ما قلنا إن السوشيال ليسننج تولز كونكت تو فاريوس سوشيال ميديا نتوركس تو اكستراكت كونسيومر داتا، وده بيوفر للمحللين الرقميين اكسس تو كونتنت كونسيومرز كرييت اند الاو ماركتيرز تو ليرن اباوت انترستس اكشنز اند ثوتس ان كونسيومر وورلدز. النوع ده من الادوات، ادوات المراقبه الاجتماعيه او الاستماع الاجتماعي، بيمكن المسوقين الرقميين والمحللين البيانات من الاتصال بمختلف شبكات التواصل الاجتماعي، وبيساعد في استخراج بيانات المشتركين والوصول المباشر الى المحتوى اللي بيتم انشاؤه بواسطه المستخدمين لهذه الشبكه. يبقى نقدر نقول انه السوشيال ليسننج تولز بتوفر للديجيتال ماركتيرز والديجيتال اناليستس اربع وظائف هامه او اربع امكانيات مهمه في عمله. اول حاجه الاتصال بشبكات التواصل الاجتماعي المختلفه. ان النوع ده من الادوات السوشيال ليسننج تولز بيتواصل مع او بيتصل بمواقع منصات التواصل الاجتماعي المختلفه زي الفيسبوك
واكس او تويتر سابقا وانستجرام وغيرها، بيتيح للمستخدمين فهم ما يتم مناقشته ومشاركته على هذه المنصات. الوظيفة الثانية هي استخراج بيانات والمحتوى اللي بيتم مشاركته على هذه المنصات، حيث أن هذه الأدوات السوشيال ليسنينج بتساعد في تقديم رؤية للمحلل الرقمي عن طبيعة المحتوى اللي بيتم مشاركته على هذه المنصات. فأي محتوى بيقوم العملاء والمستخدمين بمشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي يخص الشركة أو البراند بتاعتها بيتم تقديمه إلى المحلل الرقمي. يعني أي بوست على الفيسبوك، أي تويت على تويتر أو إكس بيتم مشاركتها من قبل أحد المستخدمين وفيها اسم البراند بتاعتنا أو تاج للشركة بتاعتنا، دي بتظهر بشكل مباشر للمحللين الرقميين. الوظيفة الثالثة هي توفير إمكانية الوصول المباشر. أدوات السوشيال ليسنينج بتمكن المحلل الرقمي من إن هو يعرف المحتوى اللي بيتم مشاركته في الوقت الحالي، اللي بيتم المحتوى اللي بيتم مشاركته الآن في هذا الوقت الحقيقي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. الوظيفة الرابعة إن هذه الأدوات السوشيال ليسنينج بتساعد المحللين الرقميين في فهم اهتمامات العملاء والمستخدمين وأفكارهم المختلفة، علشان الأدوات دي بتسمح بنقل صورة عن المحتوى اللي بيتم مشاركته من قبل العملاء والمستخدمين بالكلمات والتعبيرات اللي يتم استخدامها من قبل العملاء والمستخدمين. كل هذا بيكون متاح للمسوق الرقمي. وهعرض لحضراتكم مثالين عن أدوات السوشيال ليسنينج. تو ويب سايتس، الويب سايت الأول اسمه براند ووتش، والويب سايت الثاني اسمه هوت سود. أنا بشجع حضراتكم بعد المحاضرة إن أنتم تتصفحوا هذين الموقعين. الموقعين دول زي ما قلت لحضراتكم بيمكنهم المحلل الرقمي من متابعة كل ما يتم مشاركته على منصات التواصل الاجتماعي فيما يخص البراند أو الشركة بتاعته. طبعاً هذه المنصات بتقدم محتوى مدفوع الأجر، لازم حضرتك تدفع اشتراك، لكن ممكن تجرب الترايل الفترة المفتوحة لاستخدام هذه المواقع. يبقى بشكل فعال هذه الأدوات بتمثل وسيلة للمسوقين الرقميين ومحللي البيانات لفهم تفاعل المستهلكين مع البراند الخاصة بالشركة والمحتوى اللي بيتم تقديمه على منصات التواصل الاجتماعي فيما يخص الشركة والبراند الخاص بيه، بما يساعد في تحسين استراتيجيات التسويق الرقمي والتواصل. يبقى زي ما قلنا انه هذه الادوات الخاصه بالسوشيال ليسنينج بتتصل به منصات التواصل الاجتماعي المختلفه وتجمع منها البيانات عن البراند بتاع الشركه بتاعتنا. مثال تاني، الويب سايت اسمه branddimensions.com عنده اداه اسمها السوشيال منشن. بشجع حضراتكم ان انتم تجربوها. خدوا الويب سايت ده ودخلوه في اي براوزر بتلاقيه بيفتح لحضرتك محرك شريط بحث زي الشريط اللي قدامنا ده اللي مكتوب ده صوره من الويب سايت، الشريط اللي مكتوب فيه هاشتاج ايفون 11. ده ممكن حضرتك تجرب، ليك عدد من التجارب المجانيه، يعني تعمل الاكونت وتجرب عليه. بيقول لحضرتك كم عدد المشاركات اللي اتعملت عن البراند بتاعتك على منصات التواصل الاجتماعي المختلفه، العملاء اللي عملوا تفاعل ايجابي مع البراند بتاعتك على منصات التواصل الاجتماعي، كم عدد مرات اللي اتذكر فيها البراند، وهكذا. منصة مفيدة جدا وبتوفر رؤى حقيقية للشركات، وبتتصفح بقى المحتوى اللي بيتم تقديمه، أي محتوى بيذكر فيه البراند بتاعتنا على منصات التواصل الاجتماعي، سواء أخبار، سواء مقاطع فيديو، سواء مقالات، أي محتوى منشور يخص الشركة بتاعتنا أو البراند بيتم تحليله في هذا الويب سايت. عايز اقول لحضراتكم كمان انه منصات التواصل الاجتماعي المختلفه زي الفيسبوك مثلا بتوفر للشركات ادوات لتحليل المحتوى، عفوا ادوات لتحليل تفاعلات العملاء مع البراند بتاعت الشركه.
توفر تقارير عن عدد العملاء اللي بيشاركوا منشورات عن الشركة واللي بيعوا وهكذا. فده جزء مهم جدا في موضوع السوشيال ليسنينج، المراقبة الاجتماعية أو الاستماع الاجتماعي. نتكلم دلوقتي عن الفئة الثانية، وهي أدوات تحليل المحتوى أو الكونتنت أناليسيس. أدوات تحليل المحتوى هيلب الكونتنت أناليسيس تولز هيلب أناليست يوز كولكتد داتا ان مينينجفول ويز باي ستادينج ديجيتال تكست فوتوز اوديو اند فيجوال فورماتس اوف كوميونيكيشن. أدوات تحليل المحتوى بتساعد المحللين الرقميين في استخدام البيانات لاستخراج معاني هامة منها من خلال التركيز على وسائل التواصل المختلفة أو أنماط التواصل المختلفة، سواء النصوص الرقمية أو الوسائط المرئية أو الصور أو الأصوات وغيرها. بتربط هذه الأدوات، أدوات تحليل المحتوى، الأنماط اللي موجودة في البيانات الباترنز ان داتا عشان توصل منها لمعاني مهمه وافكار مهمه بالنسبه للمصورين الرقميين. والكونتنت اناليسيس بيركز على نقطتين مهمين جدا، وهم التيرم ريليفانس والكونسيومر سنتمنت اناليسيس. يعني ايه بقى التيرم ريليفانس؟ رصد اهميه المصطلح، اهميه الجمله او الكلمه في المحتوى. التيرم ريليفانس بيركز على فحص مدى اهميه مصطلح معين او كلمه معينه في مجموعه من بيانات النصوص، وبالتالي بتتيح للمحللين فهم مدى تركيز الحديث اللي بيتم ما بين العملاء والمستهلكين والكونتنت المحتوى اللي بيتم مشاركته، فهم مدى تركيزه حول مفاهيم او مصطلحات معينه، وتحديد اهم المفاهيم المرتبطه بالبيانات. يعني ايه اهم الكلمات او اهم المصطلحات اللي موجوده في المحتوى اللي بيتم مشاركته على الانترنت؟ تمام. النقطه الثانيه المهمه في الكونتنت اناليسز هي الكونسيومر سنتمنت اناليسز، نقدر نقول عليه تحليل مشاعر او عواطف المستهلكين. في الجزء ده من تحليل المحتوى بيتم دراسه اللهجه اللي بيستخدمها المستهلكين او المستخدمين او توجههم العاطفي ناحيه الشركه او البراند بتاعتها او منتجاتها. بنصنف المحتوى اللي بيتم شركته عبر الانترنت الى فئات، تمام، بوزيتيف ايجابي، نيتورال محايد، ونيجاتيف سلبي. وبيتم تصنيف المحتوى المختلف في هذه الفئات الثلاثه، اما ايجابي او محايد او سلبي، علشان نقدر نفهم ردود الفعل العاطفيه للعملاء والمستهلكين ناحيه الشركه وناحيه البراند وناحيه المنتجات اللي بنقدمها، ونقدر نوجه جهودنا التسويقيه بناء على ايه؟ فهم طبيعه مشاعر وعواطف المستهلكين. وبالتالي نقدر نقول انه ادوات تحليل المحتوى مهمه جدا في فهم وتفسير المحتوى الرقمي اللي بيتم مشاركته عبر الانترنت. في ادوات تحليل المحتوى عندنا تصنيفات متعدده او ادوات كتير متاحه للمحللين الرقميين لاستخدامها، من اشهرها اداه مجانيه يعني لا تتطلب دفع مقابل لاستخدامها، بتقدمها حزمه ار. لو حد من حضراتكم استخدم ادوات البرمجه بتاعت ار، اسمها كوانتيدا. كوانتيدا دي حزمه تابعه لار، طورها مجموعه من المبرمجين، بتقدم تحليل نصي كامل كونتنت اناليسيز كوانتيتيف بطريقه كميه كوانتيتيف تكست اناليسيز. يمكنك بتستخدم لتحليل الكلمات الرئيسيه في النصوص ورؤيه وتحويل النصوص لتمثيلها بطريقه بصريه، يعني حول البيانات النصيه تتعرض بشكل بصري، تمام، وتطبيق اطارات تحليل المشاعر سنتمنت اناليسيس فريم وركس وغيرها من التحليلات اللي تتعلق بالكونتنت اناليسيس. في ادوات تانية تتطلب اشتراكات يعني غير مفتوحه المصدر نوت فري، يعني زي في اداه اسمها لينجويستيك انكويري اند وورد كاونت او ال اي دبليو سي، دي بتستخدم في تفسير النصوص وتحليلها الكونتنت اناليسيز.
بتساعد في الكشف عن الأفكار والآراء والتوجهات والمشاعر والدوافع الشخصية الموجودة في المحتوى اللي بيتم تحليله. وفي طبعا أداة مشهورة جدا اسمها باز سومو، بتستخدم للحصول على رؤى وأفكار حول نوع المحتوى اللي بيتلقى استجابة إيجابية من جماهير معينة، وهي بتستخدم في استهداف المحتوى وتحليل المنافسة في مجال المحتوى وسائل التواصل الاجتماعي. وده الويب سايت بتاع باص سومو، أتمنى إن حضراتكم تبقوا تستعرضوه. هي برضو بتدي فري ترايل لمدة 30 يوم تجرب الأداة بتاعتهم اللي بتستخدم في تحليل المحتوى. الأدوات دي يا جماعة بتساعد في زيادة قدرة المحلل الرقمي على فهم المحتوى الخاص بالشركة والمحتوى اللي بيقدمه العملاء والمستهلكين عبر المنصات المختلفة في الإنترنت، سواء اللي بتساعد في فهم النصوص بشكل كمي أو استخراج أفكار وأفكار العملاء وآرائهم وتوجهاتهم العاطفية واستجابتهم للأنواع المختلفة من المحتوى اللي الشركة بتقدمه عبر الإنترنت. الفئة اللي هنتكلم عنها بعد كده هي السيرش ترندز، اتجاهات البحث، وده بيتعلق بالسيرش انجنز، عمليات البحث اللي بيقوم بها العملاء والمستخدمين في محركات البحث. بقول لحضرتك الانترنت سيرش ترند داتا ريفيلز ايشوز ذات ار اون كونسيومرز مايندز، انه البيانات اللي بيتم توفيرها للمحللين الرقميين عن اتجاهات البحث عبر الانترنت بتظهر وتكشف القضايا والأمور اللي بتشغل العقول وأذهان المستهلكين. بيستخدم بقى محلل البيانات أدوات تحليل البحث السيرش أناليسيس تولز لتجميع وتصوير هذه البيانات لتظهر للمحللين مدى انتشار ورواج مواضيع معينة اللي هي بنسميها الترند. إيه الموضوع اللي ترند في منطقة جغرافية معينة؟ ده بيساعد المحللين الرقميين ان هم يحصلوا على رؤى وافكار هامه حول طبيعه الطلب على منتجات معينه في منطقه جغرافيه معينه، رد فعل المستهلكين على حملات التسويق المختلفه، البراند اويرنس، مدى وعي العملاء والمستخدمين للانترنت بالعلامه او البراند بتاع الشركه. عندنا بقى ادوات متعدده في هذا السياق زي أداة جوجل ترندز اللي هي trends.google.com، ممكن حضراتكم تدخلوا عليها وتجربوها. بتوفر للمحللين الرقميين وصول مجاني يعني غير مدفوع، فور فري يعني، تمام، لمؤشر حجم البحث على محرك البحث google.com، جوجل ايميجز، جوجل شوبينج، ويوتيوب. كل ده متاح ان انت تستخرج البيانات بتاعته من جوجل ترندز. المحللين الرقميين بيستخدموا جوجل ترندز لجمع بيانات حول اهتمامات المستهلكين او العملاء بموضوعات معينه ومصطلحات البحث على مدى وقت معين، مثلا في خلال اخر ساعه في اليوم، يوم مثلا 17/10/2023 من الساعه 11 بالليل للساعه 12 بالليل، كان ايه هي كلمه البحث الرائجه في منطقه جغرافيه معينه في دوله معينه. تمام؟ والبيانات دي ممكن الحصول عليها وتنزيلها لاستخدامها في التحليل. وبتوفر جوجل ترندز كمية كبيرة جدا من البيانات يمكن استخدامها في فهم سلوك العملاء ورؤيتهم والترندز الاتجاهات في موضوع محركات البحث. أنا طبعا استخدمت جوجل ترندز مرات متعددة قبل كده، لكن فتحته في وقت معين امبارح وقعدت ادور فيه على كلمات البحث الرائجه في اماكن جغرافيه معينه. في الوقت اللي انا كنت بدور فيه كانت كلمه البحث الرائجه في كندا في رات كولي، ده لاعب كريكت مشهور. تمام، الموقع ده يا جماعه انا بشجع حضراتكم انتم تجربوه، بيوفر لك كلمات البحث الرائجه في وقت معين في منطقه جغرافيه معينه، فممكن تشوف في المدينه اللي انت قاعد فيها او انت ساكن فيها من ساعه كانت ايه كلمه البحث الرائجه، كلمه البحث اللي اكبر عدد من مستخدمين جوجل دوت كوم بحثوا عنها في المنطقه الجغرافيه اللي انت فيها. ممكن بقى تقعد تغير الوقت وتقعد تغير المكان وتشوف ايه كلمات البحث الرائجه. طيب ممكن تشوف كلمه، تحدد انت كلمه البحث اللي تخص الشركه بتاعتك او المنتج اللي انت بتقدمه او البراند، وتشوفها كانت رائجه فين المنطقه الجغرافيه وامتى، ايه الوقت اللي كانت رائجه فيه وهكذا. فده طبعا بيدي لحضرتك كمحلل رقمي وكديجيتال ماركتير
رؤى مهمة جدا عن الكلمات الرئيسية اللي بيبحث بها العملاء عن المنتجات والخدمات. في نطاق بقى السيرش ترندز، عندنا سيفرال فري تولز، أدوات بحث مجانية متعددة بيتم استخدامها في موضوع السيرش ترندز ده. عندنا أداة زي سيرش فوليوم، ده ويب سايت موجود على الإنترنت، ده أداة مجانية فري يعني، بتقدم واجهة عبر الإنترنت للبحث عن الكلمات الرئيسية. ممكن حضرتك تدخل على الويب سايت بتاعهم وتدخل كلمات كي ووردز، كلمات رئيسية وكلمات مفتاحية، وتحصل على إحصائيات حول حجم البحث عن هذه الكلمات في أماكن جغرافية معينة وهكذا. تمام، عندنا أداة تانية بتقدمها جريدة نيويورك تايمز على الويب سايت بتاعها، تمام، للبحث عن الكلمات الرئيسية اللي بيستخدمها في العملاء في مواقع معينة. عندنا أداة ثالثة اسمها موز، ام او زد، دي بقى مش أداة مجانية، دي أداة مدفوعة الأجر، بتستخدم في التحليل الشامل لحجم البحث، أناليس سيرش فوليوم، عن كلمات معينة، وبتقدم تقارير ريبورت ميتريكس اند سجست اكشنز، بتقدم تقارير عن مقاييس مختلفة للكلمات الرئيسية اللي بيتم استخدامها في البحث، وبتقدم كمان، ودي الميزة اللي في المنصة دي، إجراءات اقتراحات حوالين الإجراءات اللي المفروض الشركة تستخدمها لتحسين أداء محركات البحث اللي هو سيرش انجن اوبتمايزيشن. الأدوات دي بتوفر وسائل للمحللين الرقميين لفهم حجم البحث عن كلمات مفتاحية معينة، كلمات رئيسية الكي ووردز، واستجابة المستهلكين لمصطلحات معينة في عمليات البحث. ممكن نستخدمها بقى في استراتيجيات تسويق عبر محركات البحث اللي هو السيرش انجن ماركتنج، الاس اي ام. دي صورة الويب سايت بتاع سيرش فوليوم وموز، ممكن حضراتكم تستعرضوهم و تجربوا استخدامهم في الحصول على الإحصائيات والأرقام الخاصة بكلمات البحث الرئيسية. نتكلم دلوقتي على الفئة الرابعة من الكاتيجوريز بتاعة الديجيتال أناليسيس تولز، وهي الويب سايت أناليتكس، تحليلات المواقع الإلكترونية أو أدوات تحليل مواقع الويب. ودي أدوات بروفايد انفورميشن اباوت فيزيتورز تو اور سايت، بتوفر معلومات حول زوار موقع الويب. The number of visitors، عدد الزوار. How they behave on the site، كيفية تفاعلهم وتصرفاتهم المختلفة على موقع الإنترنت أو موقع الويب. These tools let the analyst gauge traffic and the popularity of content on the website, which is useful for market research. الأدوات دي بتتيح للمحلل قياس حركة المرور في الموقع الإلكتروني ومدى انتشار أو شعبية البوبيولاريتي لشعبية المحتوى اللي بيتم تقديمه على الموقع. تمام؟ على سبيل المثال، if the analyst wants to improve a website's design، إذا المحلل بيبحث في كيفية تحسين تصميم موقع الويب، تمام؟ الكليك ستريم أناليسيز اللي هو تحليل اتجاه النقرات، ده بيستخدم في تتبع كيفية تفاعل الزوار مع الموقع. ده بيكشف بقى عن المحتوى الذي يعتبره الزوار الاكثر قيمه، فده بيساعد في تحسين موقع الويب زي ما المحلل عايز. تمام، عندنا مقاييس ثانيه مهمه زي number of times people visited the site، ده اللي هو بنسميه الفيزيتس، specific pages people view، ده unique pages view، percentage of people who left the site from the first page they visited، ده بنسميه الباونس ريت. كل دي مقاييس مهمه في الديجيتال اناليسيس. الفيزيتس الزيارات دي بتعبر عن عدد مرات زياره الموقع. اليونيك بيج فيوز عدد الصفحات الفريده، ده بيقيس الصفحات الخاصه اللي بيشاهدها زوار الموقع. الباونس ريت او معدل الارتداد، ده بيقيس عدد الاشخاص اللي بيغادروا الموقع من صفحه معينه او الصفحه الاولى للموقع. كل دي مقاييس مهمه بتستخدم في الويب سايت اناليتكس. فطبعا فهم سلوك العملاء اللي زاروا الموقع الالكتروني بيمثل اهميه كبيره بالنسبه للشركه والمسوقين الرقميين فيها، لان العميل اللي زار الموقع الالكتروني للشركه
اهم بكتير و فهمه اهم بكتير من العميل اللي لم يزور الموقع الالكتروني للشركه. ليه؟ لان الموقع العميل اللي زار الموقع الالكتروني للشركه ده انترستد كاستمر، بوتنشال كاستمر، عميل مهتم، عميل محتمل، بوتنشال كاستمر او بروسبكت، عميل محتمل ان هو يشتري منتجات الشركه، لان هو مهتم بالمنتج بتاعنا واهتمامه ده دفعه ان هو يزور الموقع الالكتروني بتاعنا ويتصفحه. فان احنا نفهم سلوكه ده بيمثل اهميه كبيره جدا للشركه. عندنا طبعا لارج باورفول بيد تولز في الويب سايت اناليتكس، ادوات مهمه وفعاله لكنها بتبقى ايه، مدفوعه، لها اشتراكات مدفوعه زي ادوبي اناليتكس وجوجل اناليتكس 360، جوجل تحليلات جوجل 360 وتحليلات ادوبي، دول طبعا مواقع مدفوعه بتمكن المحلل الرقمي من مواجهه التحديات الخاصه بفهم سلوك العملاء على الموقع الالكتروني، وبتستخدم بشكل كبير جدا في الويب سايت اناليتكس. لكن ايضا هناك ادوات مجانيه فري زي جوجل اناليتكس فري، النسخه المجانيه او غير المدفوعه من جوجل اناليتكس، دي بتوفر العديد من المزايا والقدرات الموجوده في النسخه المدفوعه اللي هي جوجل اناليتكس 360، لكن مع بعض لكن بيواجهها فيها بيواجه المحلل الرقمي فيها بعض المشكلات، زي انها بتتعامل مع كميه اقل من البيانات وبتفرض بعض القيود على المحلل على تحليل موقع الويب، لانها طبعا نسخه مجانيه مش مدفوعه. تمام، فبنقول انه ادوبي اناليتكس وجوجل ماركتنج اناليتكس الاثنين من الادوات المهمه اللي يجب على المحلل الرقمي ان هو يكون على وعي بيهم ويستخدمهم لفهم سلوك العملاء في التعامل مع الموقع الالكتروني الخاص بالشركه. الفئه الخامسه والاخيره في الكي كاتيجوريز اوف ديجيتال اناليسيس تولز هي الاي بي تيستنج. الاي بي تيستنج also known as conversion rate optimization سي ار او، تمام، او تحسين معدل التحويل، احد الادوات المهمه اللي بيستخدمها المحللين الرقميين. الاي بي تيستنج measures the effectiveness of ads, website designs and other forms of digital content by producing two versions of the item being tested, presenting those versions to consumers and tracking engagement rate. الاي بي تيستنج ده يا جماعه بيقوم على قياس فعاليه الاعلانات والويب سايت ديزاين، تصميم موقع الكتروني واي شكل من اشكال المحتوى اللي ممكن نقدمه للعملاء والمستخدمين. بيقوم على فكره رئيسيه من خلالها ان احنا بننشئ نسختين من العنصر الذي يتم اختباره، ونقدم النسختين دول للعملاء او المستهلكين، وبعد كده نتتبع معدل التفاعل مع كل نسخه من الاثنين. وبالتالي بيساعد اختبار الاي بي تيستنج المحلل على تحديد اي نسخه من النسختين هي اكثر فعاليه عموما واكثر فعاليه بالنسبه لفئات معينه من المستهلكين. على سبيل المثال، اذا كنا احنا كشركه بصدد ان احنا نقدم او نختبر اعلان جديد وهنجرب موضوع الاي بي تيستنج ده في الاعلان، بيتم انشاء نسختين مختلفتين من الاعلان، احنا محتارين نعتمد على اي نسخه فيه، فبنعمل نسختين باستخدام الاي بي تيستنج ده، بنقدم كل نسخه او بنظهر كل نسخه لمجموعه مختلفه من المستهلكين، وبنقيم كيفيه تفاعل المستهلكين مع كل نسخه من الايه من النسختين، وبناء على نتيجه تفاعل العملاء والمستهلكين مع النسختين يمكن للمحلل اتخاذ القرار بشأن الاعلان الذي يؤدي الى ايه افضل النتائج، وهو ده الاعلان اللي الشركه هتعتمد عليه وتستخدمه. وبالتالي النوع ده من الاختبارات اللي هو الاي بي تيستنج بيساهم في تحسين الاداء الرقمي، وان احنا نفهم كيفيه تاثير التغيرات في ردود افعال العملاء مع المحتوى اللي بتقدمه الشركه. وبالتالي فان الادوات الخاصة بالاي بي تيستنج الاونلاين اي بي تيستنج efficient and effective due to the scale of the internet، فعالة وكفأة وتساهم المنظمة في زيادة فعالية وكفاءة المحتوى اللي بتقدمه نظرا لتوسع انتشار الانترنت. وبالتالي مع انتشار الانترنت وظهور الكثير من الاعلانات والمحتوى الموجود عليه، اذا المحتوى اللي حضرتك هتقدمه كشركة للعميل لم يتم اختباره والتأكد من فعاليته وكفاءته،
فبالتالي لن يحقق الهدف منه. عندنا ادوات كتير بتقدم ادوات الاي بي تيستنج، زي المنصه بتاعت او الموقع الالكتروني اللي اسمه اوبتمايزلي دوت كوم، وفيجوال ويب سايت اوبتمايزر او الفي دبليو او الفي دبليو او دوت كوم. دول بيقدموا مجموعه كامله من ادوات اختبار الاي بي او الاي بي تيستنج، وفي منصات تانية مدفوعه بتقدم هذا النوع من الاختبارات للمحللين الرقميين وللشركات. وده الشكل بتاع التو ويب سايتس بتاع اللي انا قلت لحضراتكم عليه، الفي دبليو او واوبتمايزلي. يا ريت حضراتكم تبقوا تتصفحوه. هنتكلم دلوقتي على العنصر الثالث والأخير في محاضرة النهاردة، وهو الـ Evaluation of Digital Analysis Tools، تقييم أدوات التحليل الرقمي. بقول لحضرتك while some tools found in these categories have enjoyed long tenures, many more lasted much less time or changed names and or directions because of mergers and acquisitions in the digital analytics industry. بقول لحضرتك في من الادوات الكتير اللي احنا عرضناها في محاضره النهارده، في ادوات نجحت بشكل كبير جدا واستمر نجاحها حتى الان، وفي المقابل في ادوات اخرى تراجع استخدامها او لم تعد متاحه في السوق، او تم دمجها مع ادوات اخرى او الاستحواذ عليها من شركات تانية. تمام. على سبيل المثال كان في اداه للتحليل الرقمي اسمها كلاود، KLOUT. دي كانت اكثر اداه انتشارا واستخداما في التحليل الرقمي في وقت ما، لكن الاداه دي لم تعد موجوده منذ سنه 2018 قبل انسحابها من السوق. شهدت فتره تراجع في الاستخدام، لم يعد المحللين الرقميين يستخدموها بسبب انها لم تعد تلبي رغبات وتطلبات ومتطلبات هؤلاء المحللين في اداه التحليل الرقمي اللي بيعتمدوا عليها. تمام. بقول لحضرتك ان السوق ده ديجيتال اناليسيس تول ماركت شيفت سو رابيدلي، بيتغير بسرعه. تمام. فمهم جدا على الادوات انها تواكب التغير اللي بيحصل، بحيث انها تفضل هي الاداه المفضله والتي يتم الاعتماد عليها من قبل المحللين الرقميين. علشان كده بنقول انه في معيارين بيتم استخدامهم لتقييم الادوات بتاعه التحليل الرقمي. المعيارين دول ممكن نصيغهم في شكل سؤالين. السؤال الاول بيقول how much can I do with this tool، انا ممكن اعمل ايه بهذه الاداه، ما هو قدر الاستفاده من هذه الاداه. المعيار ده بنسميه الداتا فلكسبيليتي او تعدديه البيانات. بيركز هذا الجانب على قدره الاداه على التعامل مع مجموعه متنوعه من البيانات وتوفير مرونه في استخدامها لاغراض مختلفه. الى اي مدى هذه الاداه، هذه التول، قادره على التعامل مع انواع مختلفه من البيانات وتتعامل مع ويكون عندها مرونه في التعامل مع هذه الانواع المختلفه. السؤال الثاني how easy is it for me to use the tool، الى اي مدى من السهل استخدام هذه الاداه، هل استخدام الاداه سهل ومعقد ام ان استخدامها سهل. وهذا المعيار يسمى الايز اوف يوز، سهوله الاستخدام. بيركز هذا الجانب على مدى سهوله استخدام الاداه، وبيضمن ان المستخدمين يستطيعوا تحقيق اقصى استفاده من القدرات الموجوده في الاداه دون صعوبات كبيره. يعني هل استخدام الاداه بكل الفيشرز اللي بتقدمها سهل بالنسبه لي كمستخدم كمحلل رقمي، ولا هذا الامر صعب والاداه دي صعب التعامل معاها؟ فبناء على المعيارين دول هنقيم الادوات المختلفه اللي بيستخدمها المحلل الرقميين. هنبدا دلوقتي بالمعيار الاول Evaluation Criteria 1، الداتا Flexibility او تعدديه البيانات. لما نراجع السؤال الاول اللي بيتساءل عن قدره الاداه عن التعامل مع الكثير من البيانات، الداتا فلكسبيليتي، هنجد ان في فئات محدده في ممكن نقسم الادوات الموجوده في السوق في فئات محدده. تمام. عندنا ثلاث فئات متميزه من الـ من الـ من الادوات. الفئه الاولى بنسميها الانتربرايز بلاتفورمز، منصات الشركات، ودي بتكون بيج باورفول سوليوشنز، حلول كبيره وقويه بتتعامل مع كميات كبيره من البيانات، لوتس اند لوتس اوف داتا،
ومليئه بالقدرات بيجد ويز كابابيلتيز. بتتميز هذه المنصات بتوفير مرونه عاليه في استيعاب وتحليل بيانات بشكل شامل. الانتربرايز بلاتفورمز دي هي الاكبر، بتقدر تتعامل مع مختلف انواع البيانات، لكنها غالبا بيكون تابعه لشركات معينه، وفي معظم الاحوال بيكون بيد، بيكون مدفوعه مش مجانيه، نوت فري. تمام. النوع الثاني، وده بيكون حلول على نطاق اضيق، بنسميها البوينت سوليوشنز او الحلول النقطيه، which typically center on one primary capability where they go very deep. غالبا الحلول النقطيه او البوينت سوليوشن دي بتركز على امكانيه رئيسيه واحده، يعني عندها نقطه واحده بتتعمق فيها بشكل كبير، عندها قدره واحده، عندها نقطه واحده هم بيركزوا عليها لكن بيعملوها بشكل ايه؟ بشكل كويس. فدي اصغر من الانتربرايز بلاتفورمز في نطاق البيانات اللي تقدر تتعامل معاها. على سبيل المثال ممكن يكون عندنا منصه بتقدم حل نقطي لتحليل اتجاه النقرات او قياس فعاليه حمله اعلانيه وهكذا. النوع الثالث بنسميه الاناليسيز جادجتس، ادوات التحليل، ودي اوفر ا سنجل ويل ديفايند كابابيلتي اند سيت اون ذا لو داتا فلكسبيليتي سايد اوف ذا سكيل. دي اقل، بيكون عندها اقل مقدار من الداتا فلكسبيليتي، المرونه على تحليل بيانات، المرونه في التعامل مع البيانات، يعني بتركز على نوع معين فقط من البيانات وبتقدم قدره واحده فقط زي البوينت سوليوشن، لكنها اقل في القدرة على التعامل مع أنواع مختلفة من البيانات. يمكن على سبيل المثال مثلا يمكن أن تكون أداة تحليل تقدم إحصائيات بسيطة حول استخدام الموقع أو تحليل تأثير حملة تسويقية محددة وهكذا. فدي أضيق في نطاق التعامل مع البيانات المختلفة، وبتركز على نقطة أو إمكانية واحدة فقط. أول نوع عندنا هو Enterprise Platforms، منصات الشركات، ودي بتقدم High Data Flexibility، مرونة عالية في التعامل مع الأنواع المختلفة للبيانات. تمام. والنوع ده من المنصات الـ Enterprise Platforms are easily recognizable، يتم التعرف عليها بسهولة. بيقدمها شركات معروفة في مجال الماركتنج أناليتكس زي كومسكور، أدوبي، أي بي إم، جوجل. كل الشركات دي بتقدم منصات فيها محتوى قادر على ان هو يعمل ان ديبس اناليسيز اند فيجواليزيشن كابابيلتيز، تحليلات متقدمه وطرق عرض بيانات متطوره. تمام. في الحقيقه المنصات دي بتقدم للشركات كل اللي هم محتاجين، كل الاناليستس بيحتاجوه، كل الامكانيات اللي بيبحث عنها الاناليستكس الاناليستس المحللين بتكون موجوده في هذه المنصات. لكن المشكله اللي بتعترض المحللين في التعامل مع هذه المنصات هي التكلفه، لارج برايس تاكس، تكاليفها العاليه. تمام. طبعا لان الادوات الشركات دي بتقدم ادوات مميزه للمحللين، فالادوات دي بتكون بمقابل عالي نسبيا، وده المشكله اللي بتواجه المحللين في التعامل مع هذه المنصات. لكنها طبعا عندها القدره على التعامل مع مختلف انواع البيانات، بتقدم مختلف انواع التحليل المطلوبه بجوده وقدرات عاليه جدا. بيقول لحضرتك ان المحلل اللي بيشتغل لاورجنايزيشن عندها انتربرايز بلاتفورم، النوع ده من المنصات، بيكون بالنسبه له طبعا ده بيمثل منفعه كبيره ووظيفه كبيره لعمله كمحلل بيانات، وبيسهل عليه تحليل بيانات. لان الشركات اللي بتستثمر وبتستخدم النوع ده من المنصات بيكون عندهم قدر كبير من البيانات مقارنه بالشركات الاخرى، لان الشركه اللي هتستخدم النوع ده من المنصات غالبا بتكون بتستخدم انواع مختلفه من المنصات في ايصال رسائلها التسويقيه، يعني بتستخدم السوشيال ميديا، بيبقى عندها ويب سايت، بيبقى عندها موبايل ابلكيشن، بتعمل اعلانات في الويب سايتز الاخرى. فده بينتج عنه كميه ضخمه من البيانات اللي بتمكن المحلل من التعامل معه، وهو عنده الانتربرايز بلاتفورم بتمكنه من التعامل مع مختلف انواع البيانات. فده بالنسبه للمحلل دي جن على الارض، يعني عنده بيانات كتير، حجم كبير جدا من البيانات، وبيانات من مصادر كتير، وعنده القدره على التعامل معها. لكن طبعا مش كل الشركات بتستخدم الانتربرايز بلاتفورمز، لان التكلفه بتاعتها بتكون تكلفه عاليه. بيدخل ضمن فئه الانتربرايز بلاتفورمز
ادوات اخرى مفتوحه المصدر او مجانيه زي الار والبايثون، تمام، بيدخلوا في فئه الانتربرايز بلاتفورم على الرغم ان هم ادوات مجانيه لا تتطلب اشتراكات او مبالغ يتم دفعها، تمام. وبتتميز هذه المنصات الار والبايثون كمنصات برمجه بانها بتقدم مجموعه واسعه من الامكانيات بتمكنها من التعامل بمرونه مع مختلف انواع البيانات. فهي بالنسبه للهاي داتا فلكسبيليتي، هي فلكسبل، هي عندها هاي داتا فلكسبيليتي. انها بتعتمد في الاساس على انه ناس كتير بتشارك في تصميمها من خلال انشاء ملفات التعليمات وبناء الامكانيات الجديده، وبتقدم حلول متميزه في هذه الفئه لمحللي البيانات. لكن المشكله ان التجربه فيها مش متكامله زي الشركات الاخرى، فالتنقل السلس والتكامل ما بين ادوات العرض المختلفه بيكون مش موجود في الار والبايثون، فبالتالي بيكون من الصعب استخدامهم مقارنة بالمنصات الأخرى. لكن ومع ذلك إنه نظرا لانتشارهم وقوتهم في موضوع تحليل البيانات، فنشدد على أهمية إن المحلل لابد أن يكون على وعي وقدرة باستخدام الآر والبايثون كأدوات لتحليل البيانات. البوينت سوليوشنز، حلول النقاط دي، بتقدم نوع من الحلول اللي بيكون ميديوم داتا فليكسيبيليتي، مرونة متوسطة في التعامل مع البيانات. النوع ده من الحلول اللي هو حلول النقاط بيوفر للشركة أدوات ميسورة التكلفة ممكن الشركة تتحملها، مش غالية قوي زي الانتربرايز بلاتفورمز، تمام، ولكن اقل قوه في التعامل مع المشاكل اللي بتواجه عمليات التحليل، لانه مش بيقدر يتعامل مع كل انواع البيانات. فعلى سبيل المثال، اذا كان لدى المحلل هدف واحد او تحدي واحد يجب حله، a single objective or challenge to crack، ممكن يكون الحل النقطي اللي هو البوينت سوليوشن ده هو الخيار الافضل للتطبيق في هذه الحاله، لو عنده مشكله واحده فقط هي اللي بتواجهه. بالنسبه التحديات المختلفة بقى اللي بتواجه المحلل، ممكن يلاقي حل لكل مشكلة بتواجهه في بلاتفورمز أو أبليكيشنز مختلفة. يعني الفرق ما بين البوينت سوليوشنز والإنتربرايز بلاتفورم إن في النوع اللي فات بتاع الإنتربرايز ده بيلاقي حلول كل المشاكل اللي بتواجهه في منصة واحدة، ممكن يتعامل مع كل انواع البيانات في منصه واحده، ممكن يوصل لكل النتائج اللي عايز يوصل لها من خلال منصه واحده. اما البوينت سوليوشنز لا، كل مشكله لها حل في بوينت سوليوشن معين، في نقطه معينه او في ويب سايت معين، الويب سايت او الابلكيشن او البلاتفورم بتحل له مشكله واحده فقط، فلو هو عنده اكتر من مشكله يبقى محتاج اكتر من بلاتفورم، اللي عايز يوصل لاكتر من نتيجه يبقى هيلجأ لاكتر من بلاتفورم وهكذا. فعندنا أمثلة لموضوع حلول النقاط ده زي منصات الكوتشنيرز أو الأونلاين سيرفيز بلاتفورمز، منصات الاستطلاع عبر الإنترنت، زي منصة أي بيرسبشنز دوت كوم، سيرفي مانكي دوت كوم، فور سي دوت كوم، وجوجل كونسيومرز سيرفي اللي هي سيرفي دوت جوجل دوت كوم. كلها بتساعد المحللين الرقميين إن هم يقدروا يوصلوا ل ذا فويس أوف ذا كونسيومر، صوت العميل من خلال الداتا، العميل عايز ايه وايه الاحتياجات بتاعته بالظبط من خلال البيانات اللي بيوصلوا لها من استطلاعات الرأي. الادوات دي اي بيرسبشن وفور سي ريزلتس وسيرفي مانكي وخلافه بتسمح للمحللين بتصميم استبيانات اللي هي السيرفيز وجمع الردود من المستهلكين اثناء تصفحهم للانترنت وتحليل النتائج من خلال طرق مختلفه. الادوات دي يا جماعه بتعمل داتا فيجواليزيشن كويس جدا، داتا فيجواليزيشن محترم، طرق عرض وتحليل بيانات كويسه، لكن في نطاق محدود وفي اطار محدود من البيانات. وعاده بنطلب من بندي مثلا كوتشينير للعميل، لو جاوب عليه يقدر يوصل لمحتوى معين عبر الانترنت وخلافه. بقول لحضرتك ان النوع ده من السوليوشنز اللي هي البوينت سوليوشنز بيدي نقاط نتائج واعده، بروميسنج ريزلتس،
تمام في وقت محدود مقارنة بالحلول التقليدية. بتساعد بقى المحللين البيانات ان هم يفهموا اكتر عن طبيعة المستهلكين ورغباتهم، وتساعد في اتخاذ القرارات المهمة لعمليات التحليل والتسويق الرقمي. تمام، على الرغم ان هم متخصصين في نوع معين او في نقطة معينة، الا ان هم بيقدروا يعملوا النقطة دي بافضل شكل ممكن. ده النوع الثاني من المنصات، وهو البوينت سوليوشنز. النوع الثالث وهو الاناليسيس جادجتس، ادوات التحليل، ودي بتمثل اللو داتا فليكسيبيليتي، اقل قدر من المرونة في التعامل مع البيانات. بنقول انه مش ليس كل التحديات اللي بتواجه المحلل الرقمي بتتطلب requires a depth of capabilities، قدرات العمق في القدرات اللي بتتيحه الانتربرايز بلاتفورمز او البوينت سوليوشنز. في خيارات اخرى منخفضه التكلفه او بدون تكلفه، low and no cost options، اللي ممكن نسميها ادوات التحليل، هي الاناليسيز جادجتس، ودي بتناسب مجموعه واسعه من احتياجات التحليل بالنسبه للمحللين الرقميين، وبتساعد المحللين الرقميين في حل العديد من المشاكل. تمام، دي عباره عن حلول مفتوحه المصدر، بتكون مجانيه، مفتوحه المصدر مجانيه، او حلول غير مفتوحه المصدر لكن بتكلفه قليله جدا، بيتيحها المبرمجين عبر الانترنت. السمه الوحيده اللي بتجمع بين النوع ده من الادوات ان كلها خفيفه للغايه، والكميه من البيانات اللي يمكنها التعامل معها بتكون ضئيلة، يعني قدر البيانات اللي تستطيع هذه الحلول التعامل معه أقل من الأنواع الأخرى اللي يمكن استيعابها في الانتربرايز بلاتفورمز أو البوينت سوليوشنز. والنوع ده من أدوات التحليل غالبا بيكون افيلبل اونلاين، متاح عبر الإنترنت، and usually don't need users to download anything onto their desktops. مش بيحتاج من المستخدمين ان هم يعملوا داونلود لاي حزمه برمجيه ويثبتوها على الجهاز بتاعهم، وبتتطلب منهم بتطلب منهم التسجيل مثلا باستخدام البريد الالكتروني جيميل او اي بريد الكتروني اخر، وفي منها بعض الانواع اللي لا تتطلب التسجيل نهائيا. تمام، بتتضمن ادوات التحليل دي بعض منها بيشمل voluntary contributions، مساهمات طوعيه، يعني لو انت كمستخدم عايز تساهم معاهم، تدفع جزء من تكاليف التشغيل بتاعتهم علشان الهوستنج والتكنولوجي لايسنسنج كوستس والحاجات دي، لو انت موافق ان انت تتطوع وتدفع جزء من هذه التكاليف او تساهم باي فلوس معاهم، يعني هم بيرحبوا بيها لكنهم لا يجبروا المستخدمين على دفع اي مبالغ ماليه. ممكن نستعرض مثال على اناليسيس جادجتس دي، ادوات التحليل ذات مرونه البيانات المنخفضه. عندنا ويب سايت اسمه تاج كراوت، عباره عن اداه على الانترنت بتتيح للمستخدمين انشاء كلاودز، تكست كلاودز، سحابات للكلمات او سحابات للنصوص، بتعمل فيجواليزيشن، عرض للكلمات الرئيسية اللي موجودة في النص، وبتوزع تكرار الكلمات في نص معين من خلال تمثيلها بشكل مرئي. تمام، وبتركز على حدود تكرار الكلمات وهكذا. ده طبعا التاك كراود ده بيدخل ضمن الفئة بتاعتنا اللي هي الاناليسيس جادجتس او اللو داتا فليكسيبيليتي، لانه بيمثل اداه خفيفه وسهله الاستخدام، وبتمثل حل سريع وسهل الوصول للمستخدمين او المحللين الرقميين اللي بيحتاجوا تصوير بسيط لتوزيع تكرار الكلمات في نص محدد او غيره، ما بيحتاجوش بقى المميزات المتقدمه اللي بتوجهها لايه الانواع الاخرى من ادوات تحليل البيانات. معيار التقييم الثاني الـ Evaluation Criteria 2 وهو الـ Ease of Use او سهوله الاستخدام. هنا بقى بنسأل السؤال how easy is it for me or for you to use that tool؟ لأي مدى أو مدى سهولة استخدام هذه الأداة بالنسبة لي أو بالنسبة لأي محل؟ هنا بنقسم سوق أدوات التحليل الرقمي إلى مجموعات من الأدوات التي يجب أن نستخدمها لمعظم تحدياتنا التحليلية، معظم المشكلات اللي بتواجهنا، وتلك التي يجب أن نتجاهلها لأن إحنا مش قادرين نستخدمها. تمام، الإجابة على سؤال سهولة الاستخدام ده طبعا is a personal one،
ده سؤال شخصي، اجابته شخصيه بتختلف ما بين كل محلل والاخر. الاداه تكون بستخدمها بشكل طبيعي وشكل سهل من وجهه نظري ممكن تختلف من وجهه نظر حضرتك، ممكن حضرتك تلاقيها صعبه، ممكن محلل ثالث يفضل اداه اخرى تكون سهله بالنسبه له، وهكذا. فالامور بتختلف وفقا للاشخاص ووفقا للمهارات السكيلز بتاعت المحلل. تمام. A tool that's difficult to use today may become easier tomorrow. الاداه اللي انت مع التدريب طبعا with training، مع التدريب الاداه اللي انت شايف انها النهارده صعب بالنسبه لك استخدامها، ممكن بعد تدريب مره واثنين تبقى بالنسبه لك سهل. وبالتالي تمام احنا لازم ننظر الى موضوع سهوله الاستخدام ده على اساس ان هو uniquely personal snapshot in time، صورة شخصية، صورة شخصية لمعتقداتنا الشخصية في لحظة من في لحظة فريدة من الزمن. يعني ممكن تكون أنت النهاردة شايف إن الأداة دي صعبة الاستخدام ومش مناسبة من وجهة نظرك، في نفس الوقت ممكن تكون سهلة الاستخدام بالنسبة لمحلل الآخر، في نفس الوقت ممكن تكون في المستقبل بالنسبة لك أنت أيضا هي إيه، تصبح سهلة الاستخدام. علشان كده بنقول ان المعيار الثاني الايز اوف يوز، سهوله الاستخدام، ده معيار شخصي زمني متعلق بسهوله الاستخدام من وجهه نظر كل شخص تختلف عن الاشخاص الاخرين، وسهوله الاستخدام بالنسبه لنفس الشخص تختلف بمرور الزمن. ممكن في المستقبل الامر الصعب بالنسبه له دلوقتي يبقى سهل مستقبلا. تمام. فبغض النظر عن الطبيعة الزمنية والتحولية للمعيارين بتوع لمعيار التقييم ده، ممكن بقى نحط السؤالين بتوع سهولة الاستخدام ومرونة التعامل مع البيانات مع بعضهم في نهج. النهج ده بنقسم من خلاله أدوات المتاحة للجمهور في السوق إلى أربع تقسيمات أو أربع أجزاء زي ما هنشوف في الشكل التالي. الشكل اللي بيظهر قدامنا ده بيقسم لنا أدوات التحليل إلى أربع أقسام. القسم في أعلى اليمين عندنا الـ easy to learn، الـ high data flexibility، وده أفضل سيناريو إن هتكون أداة التحليل سهلة التعلم وسهلة الاستخدام ويكون فيها high data flexibility، بتستخدم كل أنواع البيانات وفي مرونة في التعامل مع أنواع البيانات المختلفة. تمام. اسفل منها اللي هو اسفل اليمين عندنا الهاي داتا فليكسيبيليتي والهارد تو ليرن، عندها مستوى عالي من المرونه في التعامل مع البيانات وممكن تتعامل مع الانواع المختلفه للبيانات لكنها صعبه التعلم وصعبه الاستخدام. فهنا محتاج ان حضرتك كمحلل بيانات يا اما تتدرب عليها يا اما تلاقي طريقه معينه للتعامل معاها، يا اما في النهايه لو ما عرفتش تعمل كده هتضطر تتجاهلها وتستغنى عنها. في اعلى اليسار عندنا الخانه اللي هي easy to learn low data flexibility، سهله التعلم لكنها عندها مستوى منخفض من المرونه في التعامل مع الانواع المختلفه من البيانات، يعني بيقتصر استخدام هذه الادوات في انواع محدده من البيانات. على الرغم من ذلك فيها سهله التعلم، فهي ممكن بالنسبه لك انت كمحلل تستخدمها وتعتمد عليها. في اسفل اليسار دي الخانه اللي فيها اللو داتا فليكسيبيليتي والهارد تو ليرن، صعبه التعلم وفي نفس الوقت غير مرنه في التعامل مع الانواع المختلفه من البيانات. ففي في هذه الحاله بيكون السيناريو المرشح بقوه يعني انه محلل البيانات يتخلى عنها ولا يستخدمها، لانها من اولا صعبه التعلم، ثانيا لا توفر له مرونه من التعامل مع الانواع المختلفه من البيانات، فهو مش هيحتاجها في حالات كتير يعني في سيناريوهات تحليل البيانات المختلفة. نبدأ دلوقتي في تصفح والمرور على الأربع أنواع المختلفة أو الأربع أجزاء المختلفة. أول جزء هو عندنا الـ upper left quadrant، الناحية الربع أو الجزء الأيسر العلوي. تمام. دي بقول لحضرتك ايه، تولز تو كولكت، ادوات يجب عليك ان انت تحتفظ بيها وان انت تستخدمها. بقول لحضرتك الادوات اللي في الربع الايسر العلوي هي صحيح عندها قدرات محدوده ليميتد كابابيلتيز ولكنها سهله الاستخدام ايزي تو يوز. في الحاله اللي زي دي عندنا اداه قدرتها على اداء مهام فرديه او مهام محدده بسرعه وكفاءه، يعني هي ما عندهاش فلكسبيليتي عاليه لكنها بتتخصص في نوع معين من البيانات او نوع معين من المهام بتعملها بمستوى مرتفع من الكفاءه.
وسهل الاستخدام. ففي الحال اللي زي دي يجب عليك كمحلل رقمي ان انت تحتفظ بهذه الادوات وتستخدمها، لان مستوى التعقيد والصعوبه في تعلمها منخفض، وبالتالي تعلمها بالنسبه لك سهل، ليس لا يمثل تحدي يعني. تمام. وكلما استطعت كمحلل رقمي تعلم المزيد من هذه الادوات سهله الاستخدام، كلما كانت مهاراتك اوسع واكثر مرونه، لان انت بتتعلم ادوات كتير سهله الاستخدام في مجالات متعدده. وده شكل الربع اللي بنتكلم عليه في الخريطة، الـ Easy to Learn Low Data Flexibility. تمام. وفي طبعا مجموعة من الابليكيشنز اشهرها جوجل شيتس، داتا رابر، اي شارت، اوبن هيت ماب وغيرهم. فالتوصية اللي بنقدمها لحضرتك هنا هي التفاعل مع هذه الأدوات واستخدامها، لأنها منخفضة التكلفة من ناحية، لأنها ما بتكونش بقى انتربرايز سوليوشن، لا دي اللو فليكسيبيليتي بيخليها منخفضة التكلفة، وفي أحيان كتير بتكون مجانية، وكمان عندها سهولة التعلم وسهولة الاستخدام. فده بيقول لحضرتك إنها زي العجلة، أنت مجرد ما اتعلمت ركوب العجلة مرة واحدة، لو قعدت سنة ما تستخدمش العجلة لكن احتجتها في أي وقت هتستخدمها بسهولة. نفس الحكاية الأدوات دي، لو أنت اتعلمتها هي أدوات سهلة مش معقدة، لو أنت اتعلمتها بمجرد ما اتعلمتها هتقدر ترجع لاستخدامها بعد مرور وقت معين، ما عندكش مشكلة. دي تولز تو كولكت، ما تتخلاش عنها، اتعلمها، خليها موجودة دايما من ضمن الأدوات اللي أنت بتعتمد عليها. الربع الثاني أو الجزء الثاني هو الأبر رايت كوادرانت، الربع اللي في جهة اليمين العليا. ده بيقول لحضرتك إيه؟ يور جو تو تول أو يور جو تو تولز، الأداة أو الأدوات اللي يجب عليك استخدامها. ده بيمثل مجموعة من الأدوات powerful and easy to use tools، سهلة الاستخدام وفي نفس الوقت عندها high flexibility، مرونة عالية، فبتقدر تتعامل مع كافة أنواع البيانات وبتقدم لك كل التحليلات اللي أنت بتتطلبها. فطبيعي إنه يكون لدى المحلل الرقمي أداة واحدة أو ربما اتنين في الربع ده يستخدمهم كأساس لتحليل البيانات والداتا فيجواليزيشن. الأداة اللي بيستخدمها المحلل من الربع ده غالبا بتستخدم في استخدامها كأساس في عمليات تحليل البيانات، واستخدمها في معظم المهام اللي بتطلب، بيستخدمها محلل البيانات في معظم المهام اللي بتطلب منه، نظرا لأنها سهلة الاستخدام ونظرا لأنها بتتعامل مع أنواع البيانات المختلفة. وده شكل الأبر رايت كوادرانت في مجموعة من الابليكيشنز زي تابلو، رو جرافز، شارت ستوديو، جوجل ديتا ستوديو وغيرها. على سبيل المثال عندنا الأداة اللي هي تابلو. تابلو ده أحد السوفت ويرز اللي بتستخدم في تحليل البيانات والفيجواليزيشن، ده من أكثر البرامج المبتكرة والريكومندد اللي بيوصى بيها في هذا المجال. تمام. بنلاقي إن معظم محللي البيانات بيقولوا إن أنت يجب عليك استخدام الادوات اللي زي تابلو اللي في الربع ده، اللي هو الربع اللي فيه سهوله الاستخدام عاليه وفيه الفلكسبيليتي عاليه. استخدم النوع ده من الادوات في اكمال 75% من المهام الخاصه بالتحليل والفيجواليزيشن، لانها سهله الاستخدام، لانها مرنه، لانها بتديك كل النتائج اللي انت بتطلبها. هيتبقى عندك 25% تستخدم في الانواع الاخرى. الشريحة الثالثة هي اللور رايت كوادرانت، أسفل ناحية اليمين، ودي بنسميها يور سيكريت باور تولز، الأدوات السرية الخاصة بك كمحلل بيانات. في الناحية دي من الشكل عندنا أدوات فيها هاي فليكسيبيليتي، بتقدر تتعامل مع كل أنواع البيانات وبتخرج وبتجري لك سوفيستيكيتد أناليسز وبتديك جود ريزلتس وكل الريزلتس اللي أنت عايزها. لكن المشكلة في النوع ده من الأدوات أو في الربع ده من الشكل إنها بتحتاج وقت وجهد وتدريب أكتر. It is not easy to learn and it is not easy to use. Hard to learn and hard to use.
صعب استخدامها وصعب تعلمها والتدرب عليها، فبتحتاج وقت اطول وتدريب اكتر علشان تقدر تحترف استخدام هذا النوع من البيانات. في الحقيقة ان قوة هذه البيانات بتيجي مرافقة للثمن الخاص بصعوبة الاستخدام. Their power comes with the price of being challenging to use. إن استخدامها بيمثل بالنسبة لك تحدي وأمر صعب ليس من السهل التدريب عليها واستخدامها. وده شكل اللور رايت كوادرنت اللي هو فيه الهاي داتا فليكسيبيليتي لكنه هارد تو ليرن. تمام، اشهر حاجه فيه طبعا الار وفي البايثون وابلكيشنز تانية غيره. بنقول انه على الرغم من صعوبتها analysts shouldn't avoid these tools، يجب على محللين البيانات ان هم لا يتجنبوها. لا، انت محتاج كمحلل بيانات انت تستخدم اداه واحده على الاقل من الادوات اللي موجوده في هذا الجانب اللي هي بيكون استخدامها صعب لكنها عندها مستوى عالي من المرونه. تمام، قدرتك على إجادة واستخدام واحتراف هذا النوع من الأدوات بيعطي لك قدرات لا محدودة في تحليل وتصوير البيانات أو الداتا فيجواليزيشن. تمام، أنت محتاج أداة قوية عشان تبقى متميز في سوق تحليل البيانات. تمام، فنحن نوصي إن المحللين الرقميين بأن هم يجيدوا ويتدربوا حتى يصلوا لمستوى الاحتراف في أحد هذه الأدوات. تمام، في هذا الجانب هتلاقي أداة زي ار كأداة في أدوات التحليل الرقمي بتعمل العديد من بتقوم بالعديد من المهام اللي بتقوم بها أدوات أخرى عندها مرونة عالية في البيانات لكنها صعبة الاستخدام. تمام، فبنلاقي إن لغة ار بقت هي الأداة المفضلة عند الكثير من العاملين في مجال تحليل البيانات نظرا للقدرات الهائلة اللي بتتيح هذه البيانات، وأيضا هي تكاليف استخدامها أو تكلفتها منخفضة قد تكون مجانية يعني. الوقت اللي أنت بتحتاجه كمحلل بيانات عشان تحترف أداة من هذه الأدوات يجعل من الصعب تعلمها جميعا، أنت مش هتقدر تتعلم كل الأدوات اللي موجودة في هذا الجانب من الشكل. تمام، فنحن نوصي إن أنت تركز على أداة واحدة فقط أو أداتين بحد أقصى. تمام، تتقنهم وتصل لمستوى الاحتراف في استخدامهم علشان تستخدمهم في أداء المهام المعقدة واللي بتحتاج قدر كبير من البيانات، كثيفة البيانات. تمام، اللي مش هت... وبالتالي مش هتقدر تحلل هذه البيانات وتحل المشكلات بتاعتها من خلال الادوات الاخرى اللي ما فيش عندها الهاي فلكسبيليتي. ففي الحل زي دي بتستخدم هذا النوع من الادوات. النوع الاخير او الجانب الاخير من هذه الجوانب اللي هو اللور ليفت كوادرانت، الجانب الايسر الناحية السفلى، ودي بنقول عليها تولز تو افويد، الادوات التي يجب تجنبها. الادوات اللي في الجانب ده هارد تو لير وهارد تو يوز، صعبه الاستخدام وصعبه التعلم، في نفس الوقت عندها لو فلكسبيليتي، مرونه قليله جدا في التعامل مع البيانات ولا تعطي قدر كبير من النتائج وهكذا. ففي الحاله اللي زي دي بيجب على المحللين analysts should avoid any tool that's hard to use and doesn't have strong capabilities. يجب على المحللين تجنب هذا النوع من الادوات لانها صعبه الاستخدام وليس لديها قدرات قويه في التحليل. احنا دلوقتي عندنا كم هائل وكبير جدا من الادوات الموثوقه والقادره على تحليل البيانات موجوده في الاربعه الثلاثه الاخرى او في الجوانب الثلاثه الاخرى. لذلك لا يوجد سبب ان احنا كمحللين نضيع وقتنا على ادوات صعبه الاستخدام وقدراتها اصلا محدوده. وده الشكل بتاع اللور ليفت كوادرانت اللي هو في لو داتا فليكسيبيليتي وهارد تو ليرن، وفي ابلكيشن زي سوبر كوندكتور، اني شارت، شارت جي اس، شارت تيست، وابلكيشنز تانية غيره. وزي ما احنا شايفين ان الطريقه دي في تقسيم ادوات تحليل البيانات بتبقى طريقه مفيده للتفكير من وجهه نظر محللين البيانات عشان يقدروا يقيموا الأدوات المختلفة هل هي تستحق إن هو يبذل فيها وقت
ان هو يتعلمها، وبعد ما يتعلمها هل هيستفيد بيها بشكل ايجابي ولا لا. وبنقول ان محلل البيانات يجب ان يحرص بمرور الوقت ان هو ينقل الادوات اللي موجوده في الجانب صعب الاستخدام الى الجانب سهل الاستخدام. يعني الادوات اللي انت بتستخدمها وبيكون صعب عليك تعلمها واستخدامها في البدايه، بمرور الوقت يبقى بالنسبه لك سهل استخدامها، فبتنتقل من خانه الى خانه الى خانه اخرى. فاحنا عايز الهدف بتاعنا كمحللين بيانات ان احنا نزود عدد الادوات اللي موجوده في المربع سهل الاستخدام ولديها قدره عاليه على او مرونه عاليه في التعامل مع البيانات. هذه هي الحاله المثلى بالنسبه لنا كمحللين بيانات. وبنقول انه يجب على المحللين اعاده النظر في تقييمهم للادوات المختلفه كل فتره. يعني تعيد تقييم الادوات من وجهه نظرك وتوزيعها على الجوانب المختلفة في الشكل اللي اتكلمنا عنه عشان تضمن استخدام أدوات تحليل البيانات بكفاءة. يبقى عندك efficiently في تقييم أدوات تحليل البيانات المختلفة. في هذه النقطة نكون وصلنا إلى نهاية محاضرة اليوم. في محاضرة اليوم اتعرضنا لموضوع Digital Analysis and Visualization Tools. ناقشنا في المقدمة المقصود بهذه الأدوات والسوق الممتد لهذه الأدوات، ثم تعرضنا إلى الكي كاتيجوريز اوف ديجيتال أناليسيس تولز، الفئات والأنواع الرئيسية لأدوات تحليل البيانات، ثم ناقشنا أخيرا موضوع الإيفالويشن، إيفالويشن اوف ديجيتال أناليسيس تولز، تقييم أدوات تحليل البيانات المختلفة. قلنا عندنا قلنا إن إحنا عندنا تو كرايتيريا للإيفالويشن. أول واحدة الـ Data Flexibility، المرونة في التعامل مع الأنواع المختلفة من البيانات، وتاني واحدة الـ Ease of Use، سهولة الاستخدام. هل هذه الأداة استخدامها سهل ولا صعب؟ وهل يمكن التدرب عليها ولا لا؟ وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية محاضرة اليوم. أشكركم وألقاكم إن شاء الله في محاضرات قادمة.